بنروح مع حضراتكم نتابع بقى الاحوال المروريه. النهارده فرص سقوط الامطار زي ما قلت لحضراتكم من امبارح شغاله حتى على القاهره الكبرى على فترات متوقعه، ولذلك بيجب ان احنا نهدي شويه في السرعات سواء في الطرق العاديه الرئيسيه او السريعه. وهقول لحضراتكم ليه انا بقول كده دلوقتي، ولكن من خلال طبعا استعراضنا لجوجل مابس ونشوف الطريق كده بدايه من طريق صلاح سالم العروبه باتجاه كوبري اكتوبر وميدان التحرير. نهدي يا جماعه قدر المستطاع. امبارح كنت بتابع تقرير كده نشر للداخليه، المرور مطلعه البيان اللي هو خلال 24 ساعه في 1900 وكسور دول اللي هم مخالفات السرعه. لكن الفكره يا جماعه دلوقتي الخطوره ما بقتش بس سرعه. النهارده الصبح مثلا وانا جايه في الطريق الميني باص الكبير ده بتلاقيه للاسف ان هو مش عامل مسافات الامان اللي ما بين كل عربيه والتانيه، وتلاقيه ماشي يعني يخبط في الناس طول ما هو ماشي، يخبط يعني رفرف عربيه ماشي، يضرب يعني شنطه عربيه ما فيش مشكله. فبتبتدي ان انت تقول لا يا رب يعملوا بقى التحاليل اللي هي على الطرق دي بشكل دائم وبشكل على طول مستمر غير متقطع وعلى مدار اليوم، من كتر ما انت بتشوف حوادث من هذا الشكل وبتشوفها رأي العين قدامك في كافة التوقيتات، وبتلاقيها مثلا من التاكسي، بتلاقيها من سواء الميني باص والميكروباصات عشان ما نبقاش جايين على فئة، وده فعلا اللي احنا بنشوفه. بتلاقي مثلا الراجل ابو مزاج عالي اللي ماشي بكوباية الشاي وهو سايق، في سلوكيات يا جماعة صعب جدا ان احنا نشوفها على الطريق، لانه حضرتك اول حاجة الشاي السخن ده ممكن يقع عليك، فرملة، مطب، اي حاجة يعني، دي بتعرض نفسك وبتعرض الغير لخطورة، ابرزها ان انت بتبقاش مركز وانت سايق على الطريق. لكن انا بناشد المسؤولين ارجوكوا نكثف الحملات الخاصة بالكشف عن متعاطي الادمان على الطرق خاصة الطرق السريعة. صباحكم زي الفل وان شاء الله توصلوا بالف سلامه. شفنا معظم الطرق مع حضراتكم بيسودها اللون الاخضر الا في بعض الاماكن دي دخلت المحور فيها كثافات مروريه، فيها بعض الكثافات ولكن يبدو ان هي مش مؤثره على سير الطريق. دي كانت عفوا ده كان كوبري اكتوبر، ده دخلت المحور اللي احنا طالعين دلوقتي عليه. عدينا على كورنيش ماسبيرو، الطريق رايق حتى الان، لسه ما قدرناش نحسب معاكم دلوقتي الرش اور الصباحي او ساعه الذروه الصباحيه، لسه الكثافات ما ظهرتش معانا الا طبعا في المصب اللي هو ما بين المحور والدائري وتوصلوا بالف سلامه.